ورافقت قناة صلاح الدين الحشود المليونية التي أحيت مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية، ونقلت مشاعر المواطنين ورفضهم لكل محاولات التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. الزميل يوسف أنور رافق الزائرين وأعد لنا التقرير التالي. منذ قرابة 10 أيام وأعداد الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة تزداد مع اقتراب موعد الزيارة، فمواكب وسرادق الخدمة منتشرة على طول الطرق المؤدية إلى المرقد الطاهر وسط إجراءات أمنية وخدمية كبيرة. طول عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام السابع المعصوم المفترض الطاعة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فتشوف يعني الزيارة مستمرة والحمد لله، والأجواء يعني أجواء حسينية بحتة يعني، وتشوف الأمن مستبتدي يعني بالمنطقة والحمد لله، والأمور كل زينة يعني من ناحية هاي ومستمرة يعني إن شاء الله، والخدمات هم مستمرة وإحنا بخدمة الزوار. هذه الزيارة لم تخلو من تربص العصابات الإرهابية والتي تتحين الفرص لزرع الفتنة بين مكونات المجتمع بعد استهداف الزائرين قرب جسر الأئمة، والذي أدى إلى استشهاد امرأة وجرح 30 آخرين، وسط تأكيدات من قبل الحاضرين على نبذ الفرقة والطائفية بكل أشكالها. احنا موسى بن جعفر للكل، للسنة، للمسيح، للإكراد، لكل الطوائف، ليس يصير بيناتنا طائفية بين سنة وشيعة، وهاي الناس مخرفة رادة تتخرب بين السنة والشيعة، وإن شاء الله احنا كلتنا سلام وأخوة، ما يصير هذا الشيء عندنا بالعراق. ما يأثر على حركة الزائرين، لأن أخوتنا بالأعظمية هم مسوين مواكب وما صارت أي حادثة إن شاء الله. يعني الباوع الذي اللي يرجعون بقلة ويطبون كثير. يعني الطبة ما تبدأ هو يعني شنو يعني، واحد يقول انفجار انفجار ما انفجار. أنا خابرت ولد أنا أشتغل الآن بالبناء مقابل شعب الخامس البيت ما أشتغل به، خابرت أبو البيت اللي بصفي، سألته قلت له شنو هذا الانفجار ما صار شيء، قال لي كأنه ما صاير شيء، كأنه ما صاير شيء. الله ونحمد الله ونشكره. هذا إحنا نقول حشر الحضور ذبانة بنص بحر ما تغرقنا. ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة جاءت بظروف استثنائية بسبب تفشي وباء كورونا، والذي تسبب بمنع الزيارة في العام الماضي شريطة اتباع الشروط التي حددتها اللجنة العليا للسلامة بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. من مدينة الكاظمية من بغداد، يوسف أنور، قناة صلاح الدين.